موعد جديد مع الانتخابات البرلمانية تنطلق مرحلته الأولى في 14 محافظة مصرية، وتأتي بنظام جديد يعطي نصف المقاعد للقائمة المغلقة والنصف الآخر لمرشحيها الفردي. انتخابات ينقسم حولها الشارع المصري بين متحمس وعازف عن المشاركة. بصراحة لا، عشان أنا مش شايف الناس اللي هم اللي احنا بننتخبهم انهم بيعملوا معانا أي حاجة أو أي بيفيدونا بأي حاجة، هم بس بياخدوا منصب وبياخدوا حاجة كده إن هم حاجة تحميهم من أي حاجة يعملوها. مش مقتنع بالمرشحين، ما عندهمش برنامج، حتى المرشح اللي قبله بيقول إنجازات أساساً هي الحي اللي بيقوم بيها مش هو، يعني دي حاجة في الجدول الحي بتاخد مداها. بإذن الله أشارك عشان يحصل استقرار ونضمن إن الحياة تمشي والظروف وكده. طبعا انا هشارك لان ليا راي ولازم ادي رايي، تمام، واكيد في منافسه لان في ناس كتير داخله وفي شباب نازلين برضو وفي فكر جديد، فاهمني حضرتك؟ فانا شايف ان في ناس كويسين، تمام، وداخلين بصوره جديده هيفيدوا اكتر. انقسامات بين الاحزاب المصريه المشاركه في القائمه الاوفر حظا للفوز والتي شكلت من احزاب مواليه للحكومه. هذه الانقسامات دفعت عددا من أعضاء البرلمان لدخول السباق الانتخابي بشكل مستقل، وفضل آخرون عدم المشاركة. ويعتقد مراقبون أن نظام الانتخابات ربما يفتح الباب أمام التوسع في استخدام المال السياسي. للأسف بعض الأحزاب أوجدت فكرة المال السياسي، وده هيلعب، يعني هيبقى فيه مشاكل كتير، أو فكرة أن الناس تروح بسبب ان هي عايزه تنجح العضو ده او شايفه انه كذا. انا شايف ان المال السياسي هيلعب دور كبير قوي بسبب اتساع الدوائر بالشكل ده، لكن خلاص هو الوضع بيقول ان الدوائر دي اللي هتكمل، ومفروض ان عضو مجلس النواب بيتكلم عن جمهوريه مصر العربيه، يعني مش هو مواطن عن دايرته وبيتكلم عن دايرته فيما يخص، لكن هو بيتكلم عن تشريعات على مستوى الوطني. انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت أغسطس الماضي شهدت إقبالا متواضعا بلغ 14.23% من إجمالي الناخبين، وفي انتخابات البرلمان المقبلة يتنافس أكثر من 4000 مرشح على المقاعد الفردية، وفي نظام القوائم تتنافس 4 قوائم استطاعت واحدة منها فقط أن تدفع بمرشحين على جميع الدوائر. يرى البعض أن نظام الانتخابات البرلمانية الجديد في مصر بالإضافة إلى إعادة توزيع الدوائر الانتخابية تسببا في ضعف المنافسة بين المرشحين، خاصة على نظام القوائم والذي سيشكل نصف البرلمان المقبل، وهو ما قد يؤدي حسب مراقبين إلى ضعف الإقبال والمشاركة كما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة. أحمد حسين، الحرة، القاهرة.